المهندس عدلي سأل: أنا لو بفكر ليه أعمل العضوية الكاملة ب 500 لما ممكن أعمل أقل؟ وأنت حضرتك أشرت إلى إنه العضو كمان بيستمتع بكل المرافق وله حق الانتخاب من أول يوم بقى، وله حق الترشح وله حق بالزبط. التصويت وله الحق الكامل، مش مجرد عضو فرع. لو جينا نقول الجزيرة، هتقدم لي إيه أنا كعضو عشان أعمل عضوية كاملة؟ أيوة. إيه اللي في الجزيرة وهتديني إيه؟ يعني كمان سؤال: لماذا مش بس الجزيرة، بعد ما تجاوب لنا على الجزيرة، لماذا يعني اختار النادي الاهلي عشان اعمل فيه عضوية؟ تمام. اولا النادي الاهلي كقيمته واسمه الحمد لله غني عن البيان، يعني ده في حد ذاته قيمة تساوية. لو اتكلمنا على النادي الاهلي كمقره كجزيرة وفروعه، لو بدأنا بالجزيرة برضو ده في السلسلة في تطبيق برنامجنا الانتخابي، وفي حاجة فاقت الحمد لله، يعني في حاجات أكتر من اللي احنا كانت مكتوبة في البرنامج. الجزيرة تم الانتهاء من الأسوار كلها، في مساحة إعلانية دي برضو هتدري داخل النادي الحمد لله ممتاز. والأسوار الحقيقة معمولة بشياكة الحمد لله، صالة الكراي، ولسه إن شاء الله بعد كده اللي هو اللي بيعد بقى موضوع النسر والبوابات حدوتة إن شاء الله هتبقى زي برضو مدينة نصر. صالة الكراتيه في النادي تم انشاء صاله كراتيه، لو حضرتك تفتكر قبل كده كانت عباره عن خيمه اللي كانت موجوده، اللي كانت انا بتكلم على الجزيره بقى، الجزيره في الجزيره، بنتكلم في الجزيره. فصاله الكراتيه صاله مكيفه، تم تجديد غرف الناشئين لكل الالعاب الجماعيه. برضو انا اعتقد في القناه موجود الصور، كل الصور هنعرضها كلها. تجديد غرف الناشئين لكل الالعاب الجماعيه حصل، كل الكلام ده تم الانتهاء منه الفترات اللي فاتت. تم تجديد شامل للمركز دي صاله الكاراتيه، الكاراتيه صاله الكاراتيه دي يا جماعه المرافق اللي بيستمتع بيها العضو واولاده في مقر النادي في الجزيره، واللي اتجددت واتعملت جديد يعني. تم الانتهاء من مدرج الفريق الاولاني لكره القدم على اعلى مستوى، اللي هو بيشمل غرف خلع ملابس للمدربين برضه، من المتعه من المتعه للعضو الكامل حاجة انه لما بيدخل الجزيره بيتفرج على تمرين الكوره. صاله الجيمنازيوم بس هو في حاجه برضه من الحاجات الكويسه اللي حصلت، ده كان بناء على راي المدير الفني ان هو تم تغطيه ملعب الكوره برضه بتغطيه بطريقه شيك، اللي هي تندات بتطلع وتنزل، اللي هو اثناء التدريب بيراجع بيحافظ على شغله خصوصيه في التدريبات اللي مش عايز يقفل حسب ما بيقول المدير حسب ما قال. فبرضه حاجه مرنه يعني، بحيث ان هي دي صاله جمباز اظن اللي فاتت دي. حضرتك كنا بنتكلم على الاعداد اللي حصل لكل المدرج نفسه. في المدرج ده انا يعني لما ذهلت لما اتفرجت، حاجه عالميه حقيقي يعني، اوضه اللبس يا جماعه بالتجهيزات بالجيم بتاع الكوره، في مغطس وعلاج طبيعي بالتسهيلات اللي فيه، حاجه عالميه والله. المحاضرات حاجه يعني معموله بطريقه وده تمهيد للهدم المدرج القديم بقى بحيث ان هو وهيتشاف يعني في بعض الدراسات اللي هيتعمل مكان يعني بخلاف يعني هنا هناخد جوله اهو. ده التطوير بتاع غرف الملابس العالميه الحقيقه بقت مستوى تاني خالص، بقى فندق فعلا. طيب الصاله المغطاه صاله الامير عبد الله الفيصل، يمكن الصاله دي اتعمل فيها تغيير ارضيات، والارضيات معتمده من الاتحاد الدولي عشان اغراض الالعاب الجماعيه، السله واليد والطايره. تم تجديد التكييف بتاع صاله الامير عبد الله الفيصل. التكييفات دي على فكره ما اتغيرتش من 92 بتاعت صاله الامير عبد الله الفيصل. زي ما قلت لحضرتك الاسوار الكوره تم تقفيلها، اللي هي برضو بالطريقه الشيك، اللي هي يعني قبلة طريقه مرنه بالنسبه للاعضاء وبالنسبه للتمرين يعني دار الفراوله، لحد الراجل بيقول لا التمرين ده هيبقى فيه تكتيك ارجوكم ده بتاعي. في حاجه بقى المشروعات اللي شغالين فيها اللي هي ان شاء الله مستقبلا في الجزيره هتنتهي في الجزيره. هنبدا اللي هو بقى تشطيب الدور الثاني لمدرج الكوره، اللي ده هيبقى للالعاب الجماعيه. تمام. يعني في المدرج الجديد بالظبط الفرق الرياضيه ويتهد بقى المدرج التتش، توسع بقى النادي من جوه. وفي دراسات للاستغلال الامثل ليه، والبوابات الرئيسيه بقى والنسر ان شاء الله عشان يبقى يستكمل المنظر. هنعمل هنوحد الشخصيه بتاعت البوابات في كل الفروع، في كل تعدي على ما هو ده النادي الاهلي من غير الاسم. البوابات دي رائعه ومرعبه، ما شفتش زيها صحيح صراحه. صحيح. مدينة نصر اتعمل شغل؟ لا احنا لسه في الجزيرة. اتفضل. احنا طماعين شوية لانه عضو الجزيرة هيدفع فلوس كتيرة.
انا لو عندي ولادي دي الاسوار، لما هو الجزيره هيدفع فلوس كتير هيستمتع بالجزيره. أيوة. مصر و... ما احنا بدايته في الجزيره و... بدايته في الجزيره. والله دلوقتي في كلمه دارجه بتتقال جوه النادي الاهلي، لو بيعمل العضويه العامله يقولوا عضويه الجزيره. على اساس العضويه العامله الكامله يعني بينسبها لكلمه المقر يعني. فهي هي شامله الكل، لكن ولاده بيلعبوا في مدارس الالعاب طبعا، يعني مدارس الالعاب في الجزيره، ودي هتنطبق على الجزيره وهتنطبق على كل فرع. حضرتك لو بصيت على إيه بقى؟ على اسعار اسعار اللعبات، اولا في عندك يعني الحمد لله طريقه لاعداد، ده مجمع سكواش كبير الحقيقه يعني. الاداري باب الاداري مجمع سكواش، طريقه لاعداد اولاد النادي وكده بطريقه جيده جدا رياضيا، وبالتالي برضو بتحافظ على المنظومه اللي موجوده. وفي نفس الوقت مش هدفها الرئيسي هو دخل للنادي. يعني لو حضرتك قارنت بين الاسعار جوه النادي الاهلي للاولاد في الالتحاق بالفرق الرياضيه عندنا اكاديميات والمدارس الموجوده جوه النادي، هتلاقي اسعار زهيده. يعني لك ان تتخيل ان في سواء سباحه او بقيه الالعاب بتبدا من 165 جنيه تنتهي لو، وبعدين في ميزه جميله جدا يعني عندك في سحب في السباحه في النادي مثلا في برايفت اللي هو بتعاني منه الانديه الثانيه، يقول لك ده في برايفت بس برايفت النادي اللي عامله مش برايفت اللي هو لو واحد بقى عايز لوحده بيوصل حوالي 1000 جنيه تقريبا. والله في الانديه الثانيه حضرتك لا مقارنه بالاسعار. يعني اسعار قليله جدا، حمام الجزيره بقى فمن ضمن زي اللي بياخدها عضو النادي الاهلي ان اسعار الخدمات نفسها اللي موجوده، غير الحمد لله ان انت بتعد من خلال النادي الاهلي بتعد ابطال. يعني لو بصيت على الحاجات حتى الحاجات المعده للاولمبياد او بخلافه هتلاقي كتير جدا من ابناء النادي الاهلي في مختلف اللعبات. يعني حضرتك ممكن تسرد منها كتير، ويمكن وقت جمعيه يوميه كنا حطيناها في الكتيب الجميل ده ملخص لكل ابنائنا وبطولاتهم سواء الفرديه او الجمعيه، تم توثيقها في كتاب الجمعيه العموميه. في الكتيب اللي هو تقرير المجلس بتاع الجمعيه. تمام، لو سمحت نوريه للناس برضو عشان ده يا جماعه الكتيب اللي اتعمل للعرض على الجمعيه العموميه، هذا تقرير مجلس الاداره الفني والاداري والمالي بكل والانشائي طبعا بكل صغيره وكبيره، يريد العضو انه يتفرج عليها ويحاسب المجلس عليها، ويا يشكره يا يعني يلفت النظر الى بعض النواقص، لكن الحمد لله لما تتفرجوا وتتصفحوا زي ما انا تصفحت شيء مبهر جدا. يا ريت كل واحد يحط الكتاب ده في مكتبته. يعني الـ 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 الراغب في الانضمام لعضويه الاهلي ولاده في الجزيره عندهم، لو هو ساكن قريب من الجزيره عندهم فرص للسكواش، للكاراتيه، للجمباز، السباحة طبعا، للسباحة، سباحة العاب القوة، لكرة اليد، كرة السلة بالظبط، العاب القوة، تنس الطاولة، لا تنس الطاولة يمكن في مدينة نصر ولا هتبقى كمان في الجزيرة، يعني اتعمل في اللي هي افتتحناها من سنة كده في ترابيزات تنس طاولة في الجزيرة. تمام، في الجزيرة للمدارس، كل الألعاب دي يعني. مفرخة بقى للأبطال، شفت الجمباز سواء على مستوى الممارسة أو على قطاع البطولة بالظبط. زي بالظبط برضه لو هتتناول زيها كده زي اللي بيحصل في الاكاديميات. ايوه يعني الاكاديميات عندنا في النادي الاهلي برضه من يوم ما جينا الحمد لله خدت شغل غير طبيعي. يعني مكلف كابتن خالد بيه ومسؤول على الاكاديميات، الاكاديميات شهادة كرة القدم جامده جدا. يعني اولا تم تغطيه جزء كبير في تركيز على الصعيد، يعني عندنا دلوقتي في سوهاج والاقصر واسوان، في سوهاج واسوان واسيوط في ايه وهيتعمل فلوس قريب ان شاء الله باذن الله. عندك 13 فرع الاكاديميه، الاكاديميه بقى عندها فرق نفسها، في فرقه الاهلي اللي بتشارك منطقه القاهره دي من الاكاديميه اللي بتشارك باسم الاهلي اللي هي تحت الاعمار السنيه المختلفه. برضو الاكاديميه بتقوم على المحورين اللي هو محور ان انت بتعد ابنائك، اظن طلعنا بره مصر كمان في الكويت وفي الامارات وفي السعوديه بيدرس يعني بيعد دراسه كده مجموعه حاجات برضو تاني بحيث ان هي تبقى العضو بيستمتع، ولاده بيستمتعوا بكل الالعاب ديت على المستوى الاجتماعي طبعا. حدائق النادي كلها مصر، حضرتك لو رحت شفت المنظر قريب حاجه مبهره. لا انا لسه في الجزيره، لا جوه انا لسه في الجزيره. ايه الخدمات اللي بتقدم للعضو؟ المنافس المنافس عندك 25 منفذ
وبرضو في حاجه 25 ده مول. في حاجه احنا عملناها اول الحمد لله المجلس عملها او مجيل اللي هو لجنه للمنافس، يعني في لجنه مختصه للمنافس بيبقى رئاسها الاستاذ خالد الدرندري امين صندوق النادي. أيوة. وفيها ممثلين احنا فيها من مجلس اداره ثلاثه من المجلس. طب ده بيجاوب حتى على السؤال اللي سالناه في الاول، مديرين المقرات مع المديرين. حاجه حلوه قوي الحقيقه دي المنافس. حاجه بيتم طف. اختيار منافس بعنايه، اللي هو بس مش مجرد حاجه هتكون مربحه في ايجارها للنادي. احتياج العضو ايه؟ يعني احتياج العضو واللي بيحتاج يشتري الفانيلا والشورت وكل السوفينيرز بتاعه النادي بالظبط احتياج. ففي بيتم اختيار البراندات معينه اللي هي تلائم من النادي الاهلي وبتلبي احتياجات اعضاء النادي. فالمنافس موجوده، يعني الحمد لله في حاجه متكامله جوه النادي. الشاشات الشاشات ما كانش من النهارده بتخش النادي الحمد لله في بطولات في غيره بتلاقي الشاشات بتتفرج من اي مكان بالظبط كده، مش محتاج تخرج بره النادي لاي كافيه، تبقى اولادك موجودين معاك في مطمن عليهم وبرضه بيحكمك الحمد لله زي ما بقول في اول الكلام ان احنا الحمد لله يعني ان ما زلنا محتفظين بشخصيه النادي الاهلي، لان انت النهارده في نادي اجتماعي ممكن يحصل فيه خلافات بين عضو وغيره، بنحتكم في كل حاجه، اللوائح بتقول ايه، في اداره قانونيه على اعلى مستوى، عندنا كام جيم، مفيش حد فينا يعني مفيش حد بياخد قرار فردي كده في حاجه. عندنا كام جيم؟ يعني انا عارف ان في جيم للاعضاء وفي جيم للالعاب وفي جيم للكوره مش كده؟ وفي جيم للكوره في جيم للكوره والمنطقه اللي هي الحقيقه وكلها تم تحديثها وكله تم تحديثه. ما هي كل الاعضاء يعني الحقيقه وقت مهم جدا ليهم في النادي. الخدمات بقى، يعني انا بتكلم على بنك شهر عقاري، في خدمات نوعيه مميزه للعضو. البنك موجود في الجزيره والشهر العقاري موجود في الجزيره. والبنك بنك مصر موجود في الجزيره. والميزه ان هو بيشتغل السبع ايام. يعني دي برضو خدمه هائله جدا للعضو، خدمه استثنائيه الحقيقه. انت والله نكشتنا في موضوع البنوك ده، لان انا سامع ان هيبقى في اما نخش الشيخ زايد بقى ثلاث شهور حاسس الشيخ زايد عشان في لا قدام البيت ده بنك مصر في الجزيره. والخدمه للاعضاء الحقيقه الخدمه البنكيه اقول لحضرتك مش مجرد سبع ايام كاملين بنكية. الحمد لله المجلس كمان بيؤمن بالتخصص جدا وان مصلحه النادي الاهلي الدنيا اختلفت. ايوه يعني مفيش حاجه اسمها حد بيدير الفهم في كل حاجه. يعني احنا برضو من ضمن الحاجات الاهداف بتاعتنا الرئيسيه من يوم ما دخلنا المجلس ان النادي يكون سباق في حته تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يعني عندنا هدف نفسنا نشوف النادي الاهلي اول سمارت كلاب في مصر. ان شاء الله اتعمل الابلكيشن بتاع النادي الاهلي الخاص بطلب التعامل مع المنافس او غيره او الاشتراك في الادويه. الابلكيشن العضو بيقيم مستوى الخدمه او بيقدم شكوته او مقترحه الكتروني. بالظبط. في سابقه برضو الاولى من نوعها في الانديه المصريه، المجلس مكلف مستشار لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الاستاذ محمد صبان، وهو معروف بكفاءته في المجتمع المصري. صحيح. فالدنيا الحمد لله فيها نوع من التطور. ادي المؤتمر الخاص بالتطبيق الالكتروني للتطبيق الالكتروني لحضرتك، ده هيعمل نقله جامده جدا. والحته دي بقى موجوده في كل حاجه جوه النادي، اللي هو الويب سايت ان شاء الله بتاع النادي اللي هيطلع المفروض عمال يتعمل عليه دراسات جامده جدا، وبرضه من خلال اشراف المستشار التكنولوجي للنادي، تطوير نفسه الحاجات المتعلقه بالكمبيوتر وخلافه والحاسب الالي كل الكلام ده الحمد لله. يعني دولاب العمل كله يعني بالتعبير الدارج تم هيتم ميكنه بالظبط كده ميكنه الاداره في النادي الاهلي واعلى من ميكنه ما انت داخل على الديجيتال خلاص، يعني انت بتشتغل ديجيتال دلوقتي. فالحم يعني كل عندنا الكلام ده عندنا بيتم اعداده بطريقه جامده جدا جوه النادي. المجال برضو التاميني، يعني مؤخرا المجلس برضو اعتمد قرار مستشاره تامينيه لمجلس الاداره تامينيه للتامين. يعني انا كعضو يقدر النادي يأمن عليا؟ لا هقول لحضرتك ليه. احنا عندنا كم اللي بيتصرف في التأمين برضو مبالغ كبيرة الحالي اللي هو التعلق بتأمين العاملين. تأمين العاملين، انت عايز تخش بقى في مرحلة جديدة نفسها تجيب مزايا الأعضاء، تشوف موضوع الفرق الرياضيه، لان دي ليها ستايل معين بره مصر. خد بال حضرتك برضه التأمين الطبي سواء اصابات لعيبه ده ملف مهم وصعب، دي قصه كبيره قوي. فبناء على كده برضه المجلس كلف مستشارات تأمينيه السيد عبير صالح للتأمين في النادي الاهلي. يعني انت بتواكب العصر الحمد لله في كل حاجه، بحيث ان النادي الاهلي هو جدير بكده.
يعني جدير انك تشوف النادي الاهلي في كل الكلام ده. العصر سريع جدا، المستجدات سواء التكنولوجيه او خلافه كبيره جدا ومتسارعه، فانت كنادي اهلي لازم تواكب الكلام ده. والحمد لله الكلام ده برضو بيفيد في حاجات كتيره اللي هي متعلقه بكل عناصر المنظومه جوه النادي الاهلي. برضو لو فكر قبل الانتخابات برضو كان اتكلمنا على العاملين، ايام عاملين النادي الاهلي من اول يمكن تاني جلسه او حاجه تم تكليفي من قبل المجلس بان انا مسؤول عن صندوق العاملين للنادي. والاول مره في تاريخ النادي يعد لائحه واقرت من الجمعيه اليوميه للعاملين. تمام. لان العاملين برضو هترجع في النهايه هتقول هو ده، يعني بص حضرتك العاملين جزء رئيسي في منظومه النادي الاهلي. صحيح. العضو يهمه العامل برضه، يهمه ان العاملين اللي هو القائمين اللي بيقدم له الخدمه يكون مبسوط، كده يكون مبسوط جوه النادي مؤمن. اتعمل لائحه معنا في المجلس المدير التنفيذي الاستاذ محمد مرجان ومديرين المدير المالي واتنين من منتخبين بتاع اللجنه النقابيه بتاعه العاملين ممثلين ليهم في المجلس. وتم اقرار لائحه يعني الحمد لله تم فيها عمل مزايا عديده سواء منح زواج او خلافه او حجه او مواليد او حاجات حرجه، حالات حرجه ليها للعاملين في النادي. درك حتى لو افتكر رمضان اللي فات كنا اقرينا برضو في اللائحه ان في المواسم يعد حاجه للعاملين عليها اسم عائله الاهلي، وتم توزيع دي في الـ في الـ في الـ على طيب. العاملين في النادي يعني جزء رئيسي برضو في ملفات معينه مثلا عيادات النادي تم تطويرها ولا لسه محطوطه في البرنامج ولا لان دي بتهم العضو بقى بشكل مباشر يعني. بس عيادات حاليا تم تطوير فيها حاجات اتطورت فيها. العنصر التامين اللي بكلم حضرتك فيه داخل فيه من ضمنها هيكون في دور للتامين نفسهم في العيادات دي. ان شاء الله قريب برضو في صيدليه هتكون موجوده. يعني من الحاجات دي كانت بتاخد تصاريح يعني ليها سيستم معين بيقنن وضعها من خلال الناحيه التامينيه وخلافه عشان تبقى متواجده جوه النادي الاهلي.